السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من احد الاخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب ان شاء الله. مساء الخير يا بعدي يا عم مختار، كيف الحال؟ كيف الصحة؟ معك من دولة السعودية يا بعد قلبي، الله لا يهينك. عندي سيارة كرايسلر 2014 300 سي ديزل مستوردة من الإمارات يا بعدي. عندي الار بي ام ما يتعدى 3000، ما يتجاوز 3000 دورة في الدقيقة. دحين أرسل لك فيديو. هذه السيارة ديزل كريزلر، هنا مكتوب اكزاست سيرفر، هو حق النظام العادي مش كمان في نظام الدي بي اف حق الديزل. احنا مسوين تفريغ للدبة، الدبة مسوي لها تفريغ، ما في جوا حاجة، جوا الدبة ما في شيء، بس سوينا فحص كمبيوتر يعطي لنا 3 اكواد. كله يقول حساس اكسجين ودي بي اف مشكلة. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اخونا في السعودية، يعني عنده مشكلة متاع سيارة كليزر، فيها مشكلة ان هي ما تفوتش الار بي ام، ما تفوتش 3000 حتى ولو يعني في الطريق السريعة. حسب ما فهمت منه ما تمشي ما تفوتش 3000 في الطريق السريع، لكن هو عنده إشكالية كونه تشعله الديجنوستيك اللي هي تشيك انجن، وتكتب له يعني معلومات اللي هي فما مشكلة في السيارة، والمعلومات هذه عطت له في 3 اكواد. هو وقت اللي عمل سكانير او ديجنوستيك بالكمبيوتر عطته 3 اكواد. هذا الكواد اللي هما يتعلقوا بدبة البيئة اللي هي فلتر البيئة أو الكاتاليزر، واللي يعني فلتر بارتيكول، والحساسات متاع الأكسجين اللي هما متاع فلتر البيئة متاع دبة البيئة هذه الأشياء هذه. إنما هو في الأثناء تكلم قال أنا فرغت دبة، قال أنا فرغت دبة البيئة كسرها فرخها، لكن ما حكيناش علاش فرخها، على شنو المشكلة، على شنو السبب اللي خلاه فرغ دبة البيئة هذه. لأن دبة البيئة راهي ما تتفرغش في السيارات الحديثة، راهي ما تتفرغش، راهي تتفرغ سبب مشاكل، يعني يولي خاطر يولي الحساس متاع البيئة اللي هو هذا يولي معش يقرا، يعني معش يتعرف على على الهواء اللي داخل دبة البيئة، معش يتعرف على نسبة الاكسجين او الحراره الموجوده في فلتر البيئه اللي هو باش ينظم بها هو استهلاك الوقود. هذا يولي معاش يتفرغ، معاش يتعرف على المشاكل اللي خارجه. هذا مهمته باش يتعرف على الهواء اللي خارج من المحرك ويعطيه للكمبيوتر. طبعا انا معلوماتي مش يعني 100% على الحساسات، لكن حسب يعني خبرتي حسب تطلعاتي كون هذا مهمته هو يحسس الهواء او نسبه الخروج العادم قديش فيه، وشو يتطلب شو يعطي الاشاره للكمبيوتر السياره للميموار الكالكيلاتور باش هي تغير بعض حاجاتي اللي هي في يعني في ترتيبات تشغيل المحرك. اذا كان هو فرق زي ما يقول هو فرغ دبة البيئه هذيك من عند من واحد وما قلناش علاش، هل يعني فصلها من الكمبيوتر ولا لا؟ لان اول ما تفرغ دبة البيئه هذيك راهي الحساس هذا ما عادش يتعرف عليه واللي يعمل لك مشاكل. المشاكل هذه تولي تشعل لك لامبه تشيك انجن، تولي ما عادش تعطيك السرعه المطلوبه، لان ما عادش تتعرف على الهدايا الحساس هذا، ولا كل مجنون ما عادش يعرف شنو اللي باش يعمل بالضبط، يعني كل مجنون بالضبط. يعني علاش؟ لان اول ما
تشتغل الماكينه على المحرك يعني، في حساسات كلهم لازم يخدموا بعضهم باش يفهموا بعضهم باش يعطوا المعلومات لبعضهم عن طريق الكمبيوتر، كما تو الكمبيوتر العادي اللي هو مثلا باش تخدم عليه وانت على في المكتب نتاعك، اول ما تفتحه لازم يتعرف على الفاره اللي هي السوري، ولازم يتعرف على الكاتب هذيك الكلابي باش يخدم. اذا كان ما يتعرفش عليهم ما يخدموش، هم يقعد بلاش وانت ما عادش تقدر تخدم به الكمبيوتر. يولي كذلك الحساس، اي حساس في المحرك هو ياخذ معلومات، يعطي معلومات للكمبيوتر والكمبيوتر يعطي يفرقها على الحساسات الموجوده في المحرك، كل واحد يعطيه الوظيفه نتاعه وشنو هي اللي يعمل. اذا كنت فرقت دبه البيئه وما نحتش البرنامج نتاعها من الكمبيوتر تاع السياره، راك كانك ما عملت شيء، لان هي نفسها مربوطه بالاي جي ار، يسموه اي جي ار عندكم ولا اي جي ار، فهمتني؟ لان القطعتين هذوما الحساس البيئه وحساس الاي جي ار، هذوما زوز مربوطين ببعضهم، هذوما اثنين مربوطين ببعضهم. فانت شنو هو تولي عليك باش تعمل؟ يا اما تفصلها من الكمبيوتر، شوف اذا كان تلاقيش حد يخدمها الخدمه هذه، لان عندنا احنا في تونس مثلا نخدموها الخدمه هذه، اول ما نحل فلتر البيئه هذا يفرغه نرفعوها للي هو يشتغل في الكمبيوتر نتاع السيارات، ويعني يمسحها من الذاكره نتاع الكمبيوتر نتاع السياره. كان عندكم غادي في السعوديه لازم تعملها، والا لازمك ترجع فلتر بيئه جديد، ما عادش عندك اشكال، ما عادش عندك حل اخر. ليش؟ لان ديما باش تقعد تقرا الحساسات، يعني اللي هما فما حاجه غايبه عليه، الحساس هذا نتاع الاكسجين نتاع اللي يركب مع فلتر البيئه، يقول عنده حاجه غايبه، ما عنده حاجه غايبه، يبدا مش فاهمها هو لان هو كمبيوتر، يبدا لك الحاجه هذيك مش فاهمها، يبدا يكتب لك في التابلو نتاع السياره ان فما حاجه مش طبيعيه في المحرك لازمك تصلحها. هكا علاش يقعد ديما يكتب لك وتنقص السرعه، واللي الار بي ام ساعات طالع نازل، ومعش يعني المحرك معش يقوم بواجباته الاساسيه اللي هي باش ينطلق بها في الطريق السريع ويمشي بها. لهذا عندك حلين، اذا كانك انت ما مسحتش الذاكره نتاع يعني نتاع الكمبيوتر نتاع السياره، ما مسحتش منها فلتر البيئه والجيار، راهو تقعد لك المشاكل نفسها. لازمك ترجع، اذا كان ما فيش كون يمسح لك، لازم ترجع اسم كاتاليزر اخر اللي هو دبه البيئه، لازم ترجع واحده اخرى. هذا الحل الوحيد اللي نعرفه انا واللي نعملوا به انا في تونس هنا، يعني اول ما نفكروا باش نفكوها ولا يعني نشيلوها من المحرك، لازم اول شيء نشاوروا نستشيروا نتاع اللي يخدم الكمبيوتر نتاع السيارات، نقولوا له هل عندك البرنامج نتاعها اللي 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 يمسح الذاكره ولا لا؟ نقول له نوع السياره الفلانيه، يقول السياره الفلانيه عندي. احيانا تبدا السياره نتاع نوعيه معينه مش موجوده هنا في تونس مثلا، يقول لك لا راهو كان فكيت راهو باش تقعد حاصل، ما عندك ليها حل. ولهذا انت توا عندك حلين، تمسحها من الكمبيوتر او ترجع واحده جديده. ان شاء الله اكون افدتكم بالعمليه هذه وتكون صحيحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.